بعد فاهم اذن قصدي؟ كابتن هلال معانا المعلق الرياضي فاهم؟ عصام عبده هلال؟ لا لا عصام على التليفون، وحابب يقول ماشي. رايه في اداء النادي الاهلي النهارده. أما مساء الخير يا عصام عصام. مساء الخير يا كابتن ايمن، بمسي عليك وعلى الكباتن كلهم. انا اول حاجه كابتن، النادي الاهلي الحقيقه عمل اداء تاريخي واداء مشرف جدا جدا، وفي يعني باد لك في توقيت الاهداف اللي جت في مرمى الاهلي، وفي سوء بخت غير طبيعي بالنسبه للفرص اللي جت للاهلي في الشوط الاول خصوصا وتوقيتها. لكن بصراحه لينا حق كلنا نفتخر، النادي الاهلي فريق عظيم جدا بيلعب مودرن فوتبول، بنشوف الهاي بريس الضغط بتاعهم من فوق، بنشوف كواليتي لعيبه النادي الاهلي، بنشوف يعني من اول نجاحات اللي انا شايفها هو زعلكم في الاستوديو على النتيجه، وزعلكم صحيح على الخساره من ريال مدريد، وازاي كان في حلم كبير جدا ان النادي الاهلي يتخطى فريق بعظمه ريال مدريد وخصوصا تفوق ان على الاهلي ادى اداء جيد النهارده كمان. جدا يا كابتن صحيح جدا. ال تقييمك تقييم الناس الفنيين بتوع الكوره هي في انتشار لعيبه الاهلي، في كواليتي لعيبه الاهلي، في ان الفاليو فريق ب 440 مليون يورو مثلا مقابل فريق ب 30 مليون يورو، وتعمل نفس الاداء دوت وتعيش معاهم الفتره دي كلها ند بند. صحيح وزي ما قلت لك الفرصه بتاعت 2-1 بتاعت قفشه دي لو جت كانت غيرت كتير جدا مظبوط. من شكل الماتش بشكل كبير جدا، لكن هو في سوء بخت، وبالذات في اول 40 دقيقه الاهلي وصل وراح اكثر من مره كره محمد شريف في الاول، لكن النادي الاهلي عمل ماتش عظيم جدا، صحيح ولينا حق نفتخر كلنا ان عندنا نادي عظيم زي النادي الاهلي صراحه، طبعا طبعا ودايما موجود وعنده شكل المودرن فوتبول الجميل صحيح ده. نشوف صحيح الاهلي من بيضغط من فوق، واداؤه صحيح اداؤه كان راقي جدا جدا جدا، صحيح وان شاء الله ان شاء الله الفترات اللي جايه نشتغل احسن، وباذن الله تعالى هيجي يوم انا حاسس كده وعندي احساس كبير ان الاهلي ان شاء الله هيحقق لقب البطوله ديت في السنوات اللي جايه، طول ما في خطوات لقدام وكل سنه مشاركه احسن من السنه وعندنا في البطولة نفسها مباراة مهمة جدا جدا جدا، المباراة اللي جاية ضد فلامينجو البرازيلي على الثالث والرابع، وإن شاء الله لو الأهلي كسب يبقى الثالث مرة على التوالي ياخد ميدالية برونزية، وده على ما حدش التوالي. حققه. على التوالي كابتن. بص هو صحيح النادي الاهلي كمان من سوء حظنا ان الاهلي برضه مع احترامي للدوري المصري، النادي الاهلي لو بيلعب في دوري هاي ليفل اعلى شويه من الدوري المصري يا كابتن ايمن هتلاقيه مع الفرق الاوروبيه دي حاجه تانيه خالص، صحيح لكن انت برضه صحيح طول السيزون بتلعب في افريقيا بدون لعيبه المحترفين اللي في اوروبا، وبتلعب في مصر برضه الليفل مش زي ليفل اوروبا، لكن صحيح ان النادي الاهلي يمشي على نفس المستوى ده كله والسنوات دي كلها ومشاركه 8 مرات ويعمل ماتش كبير جدا النهارده، حتى انشيلوتي تحس انه محترف كتير جدا النادي الاهلي، وتحس ان كولر مدرب عظيم جدا يلعب المباراه صحيح قدام ريال مدريد. احنا ممكن نتفق نختلف على 1 2 في بدايه التشكيله في التعامل مع المباراه بشكل او باخر، لكن حته احساس انت توصل تعمل ماتش ند بند، وهنحس بالفرق ده خلي بالك كابتن، هتشوف انت الفرق ده ما بين الهلال مظبوط والريال، وهتشوفه ما بين الاهلي النهارده وما بين ريال مدريد. ولازم ان شاء الله الفتره الجايه وانا متاكد هيزيد الاحتكاك شويه مع المدارس الاوروبيه باذن الله. طبعا يا كابتن هو ده مهم جدا، النادي الاهلي بيفقده دوت طبعا عشان هو مشاركته في افريقيا ومشاركته صحيح في الانديه الافريقيه بيبقى اللعيبه كلها المحترفين الكويسين كلهم معظمهم بره 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 وطنهم افريقيا، والمستوى بتاع الدوري المصري بتاعنا طبعا برضه مستوى كويس وكل حاجه، بس لا يرتقي مع الاحتكاك الاوروبي يا كابتن ايمن. صحيح الاحتكاك الاوروبي حاجه ثانيه، هاي ليفل النهارده شفت المباراه ملعوبه على جزئيات صغيره جدا، حته مظبوط السرعه اللي الستارت الاول قبلينا طبعا. انا 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 الصراحه فخور جدا بكل اداء اللعيبه، فخور جدا النهارده النادي الاهلي قفل على فينيسيوس وعمل عليه شغل كبير جدا محمد هاني، وكان عندنا شكل كويس قوي. احنا ممكن صحيح يكون بس شويه بدانا المباراه طمعانين شويه ببدايه تشكيله بقفشه، كان ممكن يكون حمدي فتحي، كان ممكن يحصل فيها نوع من التوازن شويه، هي دي كلنا تقريبا كمصريين. وزي ما قالوا الكباتن هم الريال لعب على حاجات معينه او يعني على اخطاء معينه استغلها ريال مدريد، والنتيجه يعني لا تعبر عن اداء الاهلي المشرف النهارده، دي الخلاصه يعني. يا كابتن طبعا 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 لا تعبر ابدا ابدا، صحيح لكن هو الفنيين زي حضرتك كابتن ايمن انت بتشوف بتقارن الاهلي ازاي انتشاره وازاي بيلعب كوره حديثه، ازاي عنده لعيبه مستوى عالي، ازاي ان انتوا لما بداتوا حتى الاستديو هنا بعد الماتش زعلانين جدا من النتيجه، انت بتلعب صحيح قدام ريال مدريد صحيح اللي كسب مانشستر سيتي واللي كسب واللي بيكسب برشلونه واللي بيكسب واللي بيكسب، فرقه عظيمه جدا جدا، فريق صحيح فريق كامل الاركان، حتى مش حاجه اسمها يجيب عنه 1 2 3، دي ناس هاي ليفل، وبعدين عندهم حداثه غير طبيعيه في الكوره، وعندهم
وعندهم امكانيات اعلى وحاجات كتيره جدا. القيمه التسويقيه حتى القيمه التسويقيه يعني عاليه جدا جدا بينهم وبين اي فرق تانية. كانت 840 مليون قريب من المليار تقريبا صحيح بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. فدي طبعا دي تحتاج لدراسه، انك ازاي بالامكانيات الضعيفه الماديه دي، ازاي انك تلعب في دوري اقل كتير جدا من الدوري الاسباني، ازاي بتلعب في بطوله قاريه في افريقيا اقل كتير جدا وتبقى ند لريال مدريد احتكاك صحيح. طبعا يا كابتن، وتلعب معاه الماتش ده بالعظمه دي كلها طبعا حاجه مشرفه جدا. والنادي الاهلي انا فخور جدا بادائه، ان شاء الله تعالى هنبارك لمصر كلها على البرونزيه باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. جدا يا كابتن، ده انا متشكر جدا للكباتن، ومستمتعين بيكم جدا جدا جدا. شكرا جزيلا للزميل العزيز عصام عطا.